عيدنا اللي نحبه عاد يا للمحبة، عيدنا اللي نحبه شفنا أرواح عذبة، وانتو أهلا وناسا، والقلوب كل عام متوي. هذه فرحة من الله زنها النور، والله هذه فرحة من الله زنها النور، والله خلوا الهم يا الله ينتهي من أساسه. عيدنا اللي نحبه عاد يا أهل المحبة، عيدنا اللي نحبه شفنا أرواح عذبة، وانتو أهلا وناسا، والقلوب كل عام زنها النور، والله خلوا الهم يا الله ينتهي من أساسه. العيد طابت القلوب استطابت، كل عام ولقانا، كل عام ولقانا، نسوي نسوي بالوناسه، التهاني هدايا كل بسمة ثنايا، والتهاني هدايا كل بسمة ثنايا مثل لمع ومرايا،
العنوان نوعا ما غريب، كيف الواحد ممكن يعشق فشل؟ انا بعلمكم الان ليش تعشقون هذا الفشل. بالدرجه الاولى، اكثر الاشخاص خبره في هذه الحياه اكثر الاشخاص فشلا، بمعنى كثره التجارب وكثره الفشل تخلي الشخص عنده خبرات كثيره في الحياه تساعده على مواجهه الصدمات والعقبات. يوم من الايام سئل احد الناجحين واحد الاشخاص البارزين في مجال التجاره والبزنس، ساله سؤال، طبعا هو كان قليل الكلام جدا، فلما اجروا معاه مقابله صحفيه قالوا له كيف وصلت الى هذه الثروه العظيمه؟ جاوب قال باتخاذ قرارات سليمه. قال له اللي مسوي معاك لقاء صحفي، كيف قدرت تتخذ قرارات سليمه توصلك لهذه الثروه؟ قال بالخبره. قال له طيب كيف وصلت للخبره هذه اللي خلتك تتخذ قرارات سليمه وتوصلك الى هذه الثروه العظيمه؟ قال باتخاذ قرارات سيئه، اي ان القرارات السيئه والفشل تزيد عندنا الخبره. الخبره هذه تخلينا بالمستقبل نقدر نتخذ قرارات ممتازة جداً ممكن تغير مجرى حياتك. فاللي بوصله لكم، لا تخاف أبداً من إخفاقات، لأن الإخفاقات هذه هي دروس لن تجدها لو تدفع مئات الآلاف. الفشل اللي أنت تقع فيه وتشعر بألمه مستحيل أنك تنساه مدى حياتك، قد يكون أكبر داعم لك في المستقبل للوصول إلى أهدافك الكبرى. لما الأشخاص ينتقدونك، لما تخاف انك والله تتفشل لانك ما حصلت على الدرجه العلميه في الوقت المناسب، هذا الشعور في داخلك يعطيك دفعه قويه انك تحقق اهداف وتنجز. الفشل ببساطه هو عدم قيامك بالامور وعدم مقدرتك انك تتقدم نحو هدفك. الفشل هو الوقوف، هو الخوف، ولكن الاشخاص اللي يتحركون، الأشخاص اللي يتوجهون نحو أهدافهم، هذول مستحيل يكونون فاشلين أبداً. حتى لو أخفقوا، الإخفاقات هذه هي دروس، الإخفاقات هذه هي خبرات. فمهما حصل لك في حياتك من إخفاقات، مهما حصل لك في حياتك من مشاكل، مهما حصل لك في حياتك من دروس في أي أمر، تأكد إن هذا الأمر عبارة عن درس مجاني، وهذا الدرس هو أفضل درس ممكن تأخذ في حياتك. لو تلاحظون الوزراء لما يخفقون إخفاقات كبيرة ويشيلونهم من الوزارة ما يلغون صلاحياتهم، يحطونهم مستشارين. ليش يحطونهم مستشارين؟ لأنهم جمعوا خبرات كافية تساعد كل وزير جديد، لأن عندهم معلومات ممكن أي صاحب صلاحية كبيرة في هذا المجال راح يستفيد منه. فالفشل هو بداية النجاح، الإخفاق هو خبرة عظيمة. أبداً لا تقول أو لا تقول أنا فشل، دائماً قول أنا لم أنجح بعد، أنا في طريق النجاح. اعتبر الفشل أو الإخفاق هذه عبارة عن مطبات في الحياة، تعدي هذا المطب وتصل إلى نجاحك الحقيقي بإذن الله. حبيت أشارككم في هذه المشاركة البسيطة، وأسأل الله أن تكون داعمة لكم إلى النجاح والتقدم لكي تحققون أهداف. وتقبلوا تحياتي. جزاك الله خير. كم دحين كم كان الجولة الأولى؟ 53. 53. يا عمر. ارجع
هذا انا مستعد بدال خلاص لا عني عني حكم هذا حتى انت معاه لا هذا واحد عشان بعد ذلك كانت مسابقة حركية، بعد كانت أيضا مسابقة ثقافية، وتكلمنا عن كيف أنه ممكن تخلي من قصة فشلك نجاح. طبعا لفتة جميلة أخونا المدرب محمد الخالدي، والآن صلاة العشاء وما شاء الله أغلب الزملاء يعني جو من لندن ومن برا لندن يحبون كيفه احتفالية عيد الأضحى لعام 2017. وشكرا لكم جميعا وشرفتونا وحياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد جدا بتواجدي بين اخواني مبتعثين والحضور لاحتفالية النادي السعودي في مدينة لندن بريطانيا. جهود جميلة، جهود متكاملة بين أعضاء إدارة النادي وأيضاً الحضور. تواجد هنا قرابة 100 أو أكثر من المبتعثين والمرافقين وأيضاً السياح المتواجدين في بريطانيا ولندن العاصمة. تم استعراض بعض برامج النادي في الدورة الحالية 33، حقيقة جهود جميلة ويشكرون عليها. احتفالية العيد احتفالية بسيطة منسقة مرتبة. الإعلان اللي تم من النادي بخصوص احتفالية العيد تمت مع بداية 10 ذي الحجة، تبعها تسجيل عدد كبير من المبتعثين الذين يرغبون في الحضور ومشاركة زملائهم في احتفالية العيد. ما أتمنى ما أمن ما أصبح لي شخصيا كمبتعث متواجد في المملكة المتحدة وأيضا رئيس مجلس إدارة مجموعة السفراء في بريطانيا للمجموع لإدارة النادي في الدورة الحالية كل التوفيق والسداد، وكل عام إن شاء الله وطن الغالي يرفل في ثوب العز والمجد والسوداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم مستشار التدريب في التنمية البشرية محمد الخالدي. الله يعطيهم العافية. النادي السعودي في لندن أقاموا نشاط جدا رائع متكامل، دعوا فيه الطلاب المبتعثين، جمعوهم، سووا لهم برامج جميلة. الحمد لله ألقيت فيها كلمة تحفيزية للمبتعثين عن النجاح والتطوير. كان صراحة الحفل من أروع ما يكون من التلاحم والبرامج. كان فيه حفل عشاء، كان فيه ما شاء الله بشاشة من الاستقبال، تلاحم، ترابط في الغربة. صراحة الطلاب يحتاجون هذا الود والتقارب في مثل هالأماكن. الحمد لله لامسنا الود، لامسنا الدفء اللي فقدناه في الغربة، وأشكرهم جزيل الشكر وأتمنى لهم إن شاء الله دوام التقدم والنجاح. كل عام وانتم بخير. سعداء حقيقة بكل من حضر اليوم. تشرفنا اليوم باستقبال كل المبتعثين اللي في لندن في لقاء معايدة مفتوح، كان يسود جو الألفة والمودة. الحمد لله كانت الابتسامة مرسومة على أغلب الحضور. سعداء حقيقة بخدمة المبتعثين في هذا البلد في مكان يعتبر غربة. كنا معهم أخ بجانبهم في كل الأمور اللي انتهت الحمد لله بهذا الحفل اللي بتبنى إن شاء الله مبارك. نسأل الله أن يجعلنا إياه إن شاء الله. عادي أهل المحبة